يا كعبة الله، لم نهجرك من ملل، لكنه قدر نرضى به قدرا. صبرا قليلا ويأتي بعده فرج، والكل يهتف لبيتك معتمرا. غدا تطوف بك الأجساد من وله، تقبل الركن، تقبل الأستار، تقبل الحجر. يا رب، ونحن في شهرك الكريم لا ندري أي أرض وأي قلب وأي قرار هو خير لنا، لكننا نوقن أن الخير فيما اخترته لنا. نحن عبادك، سلمنا لك زمام أمورنا. يا عظيم يا رحيم، فاكفنا شر هذه الجائحة، اكفنا شر هذا الوباء، اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون. لا تجعل للحزن مكانا في قلوبنا، وإن ضاقت بنا الأحوال يوما فأوسعها برحمتك. إلهي، اجعل أفقر الناس إليك ضعفنا. أنت بيدك تدبير الأمور، اجعل لنا بعد العسر يسرا. هذا شهر رمضان لنا فيه عبادة، لنا فيه وفادة.